أوقاتا مشاهدينا الكرام. مجموعة كبيرة من شوارع مدينة طول كرم الرئيسية وأخرى فرعية قامت البلدية بإعادة تأهيلها. شكاوى عديدة وتذمرات وصلت من المواطنين وحلقات كبيرة من برنامج نبض الشارع تم بثها. والآن البلدية تقوم بإنجاز هذه الشوارع من خلال تزفيتها. الشوارع الحالية اللي بتزفت مع شركة برادرز ضمن مشروع منحة رئاسة الوزراء. عمليا منحة رئاسة الوزراء، مشروع منحة رئاسة الوزراء تم تنفيذه بشكل عاجل وبشكل سريع من تاريخ تقريبا شهر 11. احنا اشتغلنا فيه. قيمة المنحة كانت بنص مليون و900 الف شيكل. مشروع بهالضخامة وبهالعدد من الشوارع بيحتاج تقريبا لست سبع شهور، لكن عمليا تم إنجازه خلال أربع شهور. ومع وجود بعض المعوقات، يعني إحنا الأمطار اللي أمطار الخير اللي سقطت على طول كرم أدت لتأخير موضوع الإسفلت في عدة شوارع، منها هذا الشارع، وبوجود بعض أعمال لقسم المياه والصرف الصحي وتمديدات خطوط تصريف مياه مطر وتمديدات مجاري في المواقع اللي بنشتغل فيها أدى لإعاقة المشروع فترة من الزمن، لكن في النهاية المشروع تم تنفيذه ضمن الفترة المتوقعة وأقل من الفترة المتوقعة والمقررة لمثل هيك مشاريع. احنا نتمنى من الناس انهم يقدروا الظروف اللي احنا بنشتغل فيها. احنا بنشتغل في شوارع فيها بنية وخدمات، بنية تحتية وخدمات، فبالتالي بتكون اقل سرعة من الشوارع المفتوحة بدون خدمات او الشوارع الخارجية، لانك انت بدك تراعي جميع الخدمات الموجودة في الشارع، بدك تراعي خطوط الصرف الصحي، خطوط تصريف مياه المطر، خطوط المياه. اليوم راح يتم تزفيت شارع الحتة وراح يتم تزفيت شارع الإشارة الضوئية، وراح إن شاء الله كمان شارع المحاكم. عمليا منكون تقريبا أغلقنا ملف منحة رئاسة الوزراء، وبيكون إن شاء الله جاهز لاستلام المشروع. المشروع الثاني اللي بيمشي معاه بالتوازي أو اللي تأخر بسبب تأخيرات من المقاول وبعض المواطنين، مشروع الصندوق العربي، مشروع الصندوق العربي اللي هو شارع البلعاوي وشارع الفداوي، بس هم الشارعين اللي ضلوا فيه. شارع البلعاوي جاهز للزفت من فترة كبيرة، لأنه في هناك أحد المواطنين قام بالحفر بجانب الشارع وشكل بدون علم البلدية وبدون إشعار البلدية وشكل خطورة على المعدات إنها تروح تزفت، مما اضطر البلدية انها توصل او تجبر المقاول انه يبني جدران استنادية لحماية الشارع قبل التزفيت، والمقاول والمواطن التزم ببناء جدران استنادية، وان شاء الله بكرة على الاغلب راح يكون زفتة شارع البلعاوي او خلف الملعب البلدي وراح يكون زفتة الفداوي.